يكفي أن تقف أمام أحد المستشفيات في لبنان حتى تعرف ما بداخلها. أناس يقفون في طوابير لإجراء فحوصات كورونا، وآخرون ينتظرون علهم يجدون لأحبائهم أسرى في مستشفيات تعاني نقصا حادا في مستلزماتها الطبية. المعدات الأكسجين جنريتر أو أكسجين المصنع للأكسجين اللي يستعمل بالبيوت، هيدا هلأ مفقود كليا من السوق اللبناني لسببين. أول سبب أنه هيدا منه مدعوم من مصرف لبنان، والشركات ما قدرت استوردته مثل ما لازم يكون موجود. والنقطة الثانية اللي عم نعيشها كمان هلأ هي النقص بالمستلزمات اليومية يلي السوق فضي منها، والموردين برا ما عم بيقدروا يسلمونا لأنه مصرف لبنان منه محول له أمواله. واقع دفع المستشفيات الخاصة إلى العمل بما توفر لديها من إمكانات، وجعل المستشفيات الحكومية مراكز لاستقبال مرضى كورونا حصرا. عندنا توجه للمستشفيات الحكومية اللي عندها أقسام كوفيد بقلب المستشفى، وفي أقسام تانية للطبابة والاستشفاء تتحول كلها لكورونا. بس كمان عندنا من ميلة تانية في المراكز الاستشفائية بقلب المستشفى والطبية والمراكز الولادة وكل شيء بيتعلق بالاستشفاء، عمنا نفكر لوين منا ناخدهم. ما لم تلتقطه كاميرات الإعلاميين التقطته بعض هواتف المواطنين، مشاهد توثق عمليات إسعاف مصابي كورونا خارج مستشفيات اكتظت بالمرضى، وتظهر أجهزة للتنفس في شوارع بلد يختنق على وقع استفحال الجائحة. في لبنان وضع كارثي بالفعل، ويخشى أن يزداد المشهد قتامة في مواجهة فيروس كورونا، فمشاهد الازدحام أمام المستشفيات طلبا للمساعدة الطبية لم يألفها اللبنانيون، والأطباء يواصلون الليل بالنهار في ظل الارتفاع الجنوني في أعداد المصابين والنقص الحاد في جميع أشكال المستلزمات الطبية. علي رباح، العربي.